جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول ألف عين سليمان يسأل ويقول: إذا شرعت في الصلاة تأخذني الوساوس وأفكر كثيرا وتأتيني الهموم باستمرار، كيف أتجنب هذا وأصلي خاشعا لله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. الاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، إذا استعاذ الإنسان لربه فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بحضور قلب، فإن الله يعيذه من الشيطان. وكذلك إحضار القلب، إحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي أنت واقف بين يديه، تدبر هذا، وأنك واقف بين يدي ربك وأنك تناجي ربك عز وجل، فحينئذ يحضرك الخشوع والإجلال لله سبحانه وتعالى. ثالثا، تدبر القرآن الذي تقرأه في الصلاة أو تسمعه من الإمام، تدبره، فإن تدبر القرآن يجلب الخشوع.